اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كمان الجديد والمطمئن ان نتيجه المسحه السابعه لفرقه النادي الاهلي الحمد لله سلبيه خاليه من الكورونا والحمد لله، استعدادا لمباراه الغد مع الانتاج الحربي باذن الله في استاد الاهلي والسلام. استاد الاهلي والسلام ان شاء الله. بالمناسبه احمد فتحي نجم النادي الاهلي موجود في المعسكر، احنا يمكن قلنا القائمه سقط سهوا اسم احمد فتحي، لا موجود في المعسكر، لكن كنت قبل الفاصل قلت لكم هحرج لكم المهندس عدلي في كام سؤال من على لسان الجمهور، وخليني يعني اجلس في مقاعد الجمهور وهو راجل مسؤول ومستشار كبير في اداره التسويق وخبير التسويق في النادي. الناس فجاه رصت قطع البازل جنب بعض، قالت لك ايه ده؟ شريف اكرامي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، احمد فتحي، وادي رمضان صبحي، يبقى الغلط فين؟ فجأة رص هذه الأسماء جنب بعضها في فترة قصيرة ربما البعض يلاحظ منها أو تدي إيحاء بصورة ما في تقصير العمل. إيه تفصيلاته وإزاي الخمس ست مكونات دول؟ مفيش إحراج ولا حاجة، ده كل واحد منهم ظروفه مختلفة عن التاني. ظروفه يعني مختلفة؟ آه طبعًا. يعني كابتن شريف إكرام الراجل بدري حسم امره وكان واضح هو اكثر وضوح، انا طيب. عايز اروح العب وانا خلاص ما تعملوش حسابكم عليا. يبقى مع الشريف ده واضحه جدا، خلاص فين تقصير بالنسبه لامير توفيق؟ والله ما قصرت، انا فاضل لي كام سنه عايز العبهم كويس، والشناوي ها في افضل حالاته، في افضل حالاته وانا مش عارف. والشريف قال كده قال كده فالراجل كان واقعي مع نفسه ومع النادي الاهلي واخطر النادي الاهلي. كان فايلر بالمناسبه يتمنى انه يستمر ك حاجه حلوه كبيره في الفرقه، ليها وضع وليها يعني تاثير، لكن خلاص لازم تحترم رغبه اللاعب. طيب. وده اللي انا بقوله، يبقى مع الشريف ما فيش تقصير. طيب ونفس الشيء كابتن احمد فتحي، احمد فتحي كلنا الاهلي في الاخر وافق للي عايزه الكابتن احمد فتحي، ولكن رجع في اللحظات الاخيره. انتم بدل ما تسالوا ايه اللي بيحصل في اللحظات الاخيره، ده اللي تسالوه سر اللحظات الاخيره. لا وقبلها بيراميدز يعني ما لناش دعوه بفلان، ما بنتفاوضش، انما في كل الاحوال تحترم رغبته. والراجل اهو موجود في المعسكر النهارده بالصدفه الشديده، كويس انك انت يعني جالك المعلومه وتداركت. صحيح. والراجل بيؤدي دوره لاخر ثانيه بتاع، لان في حاجه اسمها ايه؟ ما هو انت مش النجاح ان انا اديك كل حاجه انت عايزها حتى لو كانت بره قدراتي وتؤثر على باقي الفريق، لا انا هديك اللي اقدر عليه. بص، هو النادي الاهلي ايه اللي موقفه على رجله؟ على فكره النادي الاهلي الوحيد اللي عنده الرخصه اللي هي محترف. رخصه المحترفين. ليه؟ لان النادي الوحيد اللي قدر يدي الموقف المالي وسلامه وشفافيه ان انا عندي قدرات ماليه تغطي التزاماتي بكيان مالي مستقل، وهو ده كلمه السر. عشان انت كنت بتسالني ايه الحل، كلمه السر لو اتحاد الكره عايز يصلح هاجل الحل. هاجل الحل، بس بستكمل مكونات. طيب الصوره، المكونات فاضل مين؟ حسام عاشور. حسام عاشور الاهلي كان واضح الراي الفني، الراي الفني كابتن حسام صعب انك تستمر معانا لان في بدائل كتيره، وقرار المدير الفني كده يعني مش متخيل ان واحد بتاريخك ده هيقعد لمجرد انه لا انت هتبقى سعيد ودي هيصدر طاقة سلبية عليك وعلى الفرقة، ولا ده مقبول انك انت بتحرم حد من مكانك في القائمة بحسابات فنية. هو جاي، هو اللي جاي، وانت خدت فرصتك على حساب ناس كتير، والنادي الاهلي عشان يعوضك. شوفوا بقى الناس ناسياه ان النادي الاهلي قدمت له بدائل لم تقدم لاحد بحيث يظل مكرم بشكل دائم داخل النادي الاهلي على ان هو الراجل ادى فتره طويله وحقق انجازات مع الاهلي بدون مشاكل، الوضع مفيش اخطاء. البعض قال لك التوقيت، لا ما ينفعش انه كان يتقال توقيت قبل الكلام ده قبل دور بكامل بيتكلمهم، قبل انتهاء الدوري بدور بكامل بتختر اللاعب. هتختره امتى؟ القانون بيقول لك اختره قبلها ب 15 يوم. طيب
إذن حسام عاشور في الأصل قرار فني للمدير الفني مش عايز الراجل موجود، النادي الأهلي وجه له أفضل العروض لتكريمه، وافق، رجع، تراجع، وبعد كده حصلت قصة الفيديو والإلحاح عليه، ودلوقتي يعني دلوقتي ولازما دلوقتي، والقصة اللي أنتوا تابعتوها اللي أنا أعتقد الخيط الرفيع فيها ما هوش بعيد عما حدث بالأمس في اختيار التوقيت، لأنه التوقيت كانت من مسألة شديدة الدلالة والوضوح الحقيقة. كابتن رمضان صبحي، عشان نكون منصفين كلنا، اللي هو كابتن رمضان صبحي احنا بنحاول نشتريه بقالنا قد ايه؟ بقالنا قد ايه؟ دي ثالث سنه. والنادي الاهلي قابل الاعارات الباهظه علشان الكابتن رمضان يرجع ويسترد عافيته مع النادي الاهلي ويضيف ويتالق ويفيد مصر والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وقد تحققت كل هذه الاهداف. بدل ما نقول للنادي الاهلي برافو متشكرين على انك انت كنت بتبتكر من الحلول وبتتحمل من الاعباء حاجات زياده شويه، لكن مقابلها مردود ادبي على اللاعب وعلى النادي وعلى المنتخبات، وتحملها النادي الاهلي. لما جينا بقى اخر مره قلنا لا، مش هينفع ان احنا المرة دي نستمر في مبدأ الإعارة، عايزين نقطع العرق ونسيح دمه، واللاعب موافق على هذا الكلام. كل كلامه لو جالي عقد بره، وده الكلام اللي فيه شفافية، لا لو جالك عقد بره الموضوع مختلف، فأنت مكمل مع النادي وبتضغط وبيضغط عليك. وأعتقد أن المشكلة الأساسية في التفاوض مع أي لاعب دلوقتي، وبيدفع عن النادي الأهلي بصفة أكبر، لان العين بتابعه بشكل اكتر، مش متابعين الانديه الثانيه بتعمل ايه مع لعيبتها. فانت اللي هي ايه، انك مفاوضاتك بقت من خلال السوشيال ميديا، وجهه نظر الميديا كلها، الاعلام. انا كتير جدا يكلمني حد يقول لي ايه الاخبار بتاعه كذا والعرض، اقول لهم يا جماعه ايه التفاوض اللي على الهوا ده؟ احنا من كنا بنقول لكم اهالينا في البيت ما كانتش تعرف انا بعمل ايه، فجاي تسالني عايز اقول لك اخبار التفاوض ايه. مساله الارقام اللي كانت بتتحط كان بيستفيد منها النادي هيدرسفيلد، الاهلي يعرض 65 غير حقيقه، لان اتضح هو ان اكتر حاجه عرضها النادي الاهلي واللي وافق عليها هيدرسفيلد كانت 3,250,000 متقسطين على 3 سنين، وافق النادي الانجليزي وافق. فهي مشكله المشاكل، انك المفاجأة اللي ما كانش حد متوقعها ان كابتن رمضان هو تبقى المشكلة في اتجاهه، هو اللي يختار ده، هو اللي يفاجئك او بده. اختير له ده، وكمان مش رايح احترف بره كما اتفق في اللحظة اللي كل مهيئ بقى ان كابتن رمضان معاه. اذا حجم التوقعات في المشكلة، لكن في الاخر تمنوا الخير للجميع، لان الحقيقة والله تمني الخير بيرجع عليك بالخير. طيب خليني اسال السؤال الثاني. تاني بعد اللي حصل ليله امبارح، قال لك اوعوا بقى تكلمونا على ابن النادي والانتماء والنشيد الوطني ده، والناس تقريبا فقدت الثقه في الجزئيه دي. احنا قلنا مين ابن النادي؟ وانت هتقعد تحط معيار تحاسبني انت بمعيارك؟ ما احنا قلنا ابن النادي اللي يخلص له، اللي ما يسيبش فيه شديد اللي ما يضرهوش، اللي ما يصرحش تصريح يضره، اللي يعني يبقى عنده استعداد بتضحيه بسيطه، مش مطالب انه ضحي تضحيه كبيره يعني، بتضحيه بسيطه عشان تقدير النادي. عجبني الكابتن شوبير كان ليه تويتر برضه، وقلنا قالها باختصار، يا ترى حد يقول لنا دلوقتي هو مين ابن النادي؟ ما تستني بس لحظه، ده احنا قلناها اصلنا هنا عشان نفكر الناس. قلت لهم انتوا لامتى هتتصور ان ابن النادي اللي دخل اختبارات الناشئين وانضم للنادي؟ فانتوا ما تحاسبونيش على معيار انتوا عايزين تعملوه، لا هنفضل نقول ابن النادي وهم موجودين، نسبي وغلبان وجلبرتو وفلافي ولاد النادي لحد النهارده يقولوا ايه؟ طبعا طبعا. هاني العجيز اللي لعب سنتين، لا ده ابن النادي لانه تشبع بقيم النادي ويقدمها الان. طيب الحل، الحل لانك انت دلوقتي، الحل انك تبقى ما تنزعجش. الحل انك انت تاخدها بنقطه تحدي. ده انا اقول لك حاجه، لابد ان انا ودي رساله الكهرباء ولاي واحد مكانه، والشرف، احنا ناسيين ان محمد شرف بيلعب على اطراف شريف شريف محمد شريف وطاهر لا انتوا اذا كان الناس يعني دي ده تحدي ايمانكم ووعدكم لجماهير الاهلي، مش هتحسوا باذن الله
بأي خلل مش لحد بأي خلل في الناحية الشمال، وكلكم قادرين انكم تعوضوا هذا الغياب بتفوق. احنا ما عادش الأهلي بيقدم أفضل العروض المادية، قناعات الشباب والأجيال الجديدة ما عادش يستهويها كتير البحث عن المجد والقيمة. لا كلهم عايزين، كله عايز باصص تحت رجليه. ازاي يا استاذ ابراهيم انت بتقدم، هو انت لما تقدم حاجه و50 مليون جنيه ايوه الله في 3 سنين ايه اللي انت بتقدم حاجات غير مسبوقه لكن هي واقفه عند حدود قدره ماليه تعهد بها النادي الاهلي. ده اللي بسالك عن الحل. تعهد بها النادي الاهلي وهو يقدم موقفه المالي عشان ياخد الرخصه، ان انا يبقى قدراتي هي اللي بتمول، لو جت حاجه من بره تبقى اضافه استفيد بيها ان انا اوفر قرش اعمل بيه حاجه تانية. لكن ما حدش يطالب النادي الاهلي انه لازم يخش مزاد ويخرج منه شايل بضاعه ما يقدرش يدفع ثمنها بعد كده وتبوظ اللي موجود كله. لا وتبوظ مستقبلك انت طبعا في 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 قدرتك على الحصول. اي واحد يعرف طريقته لا ده الاهلي بقى عشان ما يزعلش جماهيره اتكوا عليه وخدوا منه اللي انتوا عايزينه. والناس بتزعل من بعض المصطلحات القطه والجمل مش عارف ايه. لا احنا مقصود بيها ايه؟ ان انت سيب اداره النادي الاهلي لو قصرت معاك انها تقدم لك فريق قادر على الفوز ازعل، لكن ان مين دخل ومين خرج وبكام دي بتاعتي كنادي انا المسؤول. هو عارف ظروفه يقدر عليه وما يقدرش عليه. طب الحل، الحل في ظل الصراع المادي غير المتكافئ، الحل ان اتحاد الكوره يلزم الجميع بالمعيار الدولي في السلامة المالية والشفافية المالية في اللعب المالي النظيف واللعب المالي النظيف، وان الناس تشتغل علشان تاخد رخصة انها تقدم ميزانية تلتزم فيها بان ايراداتها ومصروفاتها تستطيع الوفاء بالالتزامات فياخد الرخصة بتاعته. لكن طول ما الاتحاد الكرة كده انت ما انتش عارف مصير الاموال دي جاية منين، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن مصير الأموال. مرة حد يديلك ومرة حد يساعدك ومرة حد يقول لك انا اديتك، ده مش احتراف، دي مش أندية مستقلة. دي أندية هتعتمد باستمرار على الظرف. وده مش تخطيط. على الظرف المقفول ولا الظرف الظرف الطارئ؟ على الظرف، الظرف التاريخي اللي أنت النهارده يعني حد يقول إن بعد الكورونا الأموال دي تطلع بالكمية دي؟ يعني الناس بتتحفظ. علامات استفهام ودهشة ورغبة وحيرة كتيرة الحقيقة في هذا المشهد. حاولنا نلم لحضراتكم كل ابعاده، المهندس عدلي افاض في الجزئيه الحل في انك انت فعلا لعب مالي نظيف، كل واحد يعرف حدود صرفه، مصادر دخله، اوجه الانفاق، لانه في النهايه ده المعمول بيه بره. احنا عايزين احتراف ولا مش عايزين؟ لكن لو عايزين ابواب خلفيه لطرق اخرى أنا دي مسائل تانية. هنا انا لا اتهم احد، انا بقول على اتحاد الكره انه يعمل حط المعايير الدوليه عشان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها عشان الكل يتنافس. انا النهارده لو اكتشفت ان النادي اللي بينافسني ها ميزانيته 10 اضعافي من الاول ممكن ما تنافسش معاه واعمل الهصه من الاول، لكن تبقى انت عارف قدرات اللي قدامك ومتوقع الامور هتمشي ازاي. لكن ليس فيها اطلاقا لا غمز ولا لمز ولا اتهام لاحد. ما فيهاش غمزة ولمزة ولا اتهام لأحد، لكن هنشوف بعضمة لسانه. أما وقد نفد الصبر. امبارح اللي اتفرج على الفرحة الكبيرة للأهلي وهو بيستلم استاد الأهلي الجديد، استاد الأهلي والسلام، لاحظ في كلمة الكابتن محمود الخطيب نبرة غضب. صوت الخطيب بغضبه علي عن الأول، كان واضح جدا أنه لا، في رسائل كتيرة مكتومة عايزة تخرج، خرجت امبارح. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز أسيره، بس أنا مضطر أسيره لأن مش ممكن أعدي الموضوع كده. أنا ما بتكلمش كتير وأنا أول مرة يمكن أطلع من زمن يعني، وهو الأسلوب يعني الأشخاص الحقيقة اللي متجاوزين، الأشخاص اللي في نوع من أنواع التدني في أسلوبهم. إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد، النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا،
قيمة كبيرة جدا، ما ينزلش أبدا لهذا الأسلوب. ولكن ده مش معناه إن النادي الأهلي بيسيب حقوقه أبدا. النادي الأهلي، وبقول للأشخاص دولت، اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالأهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمة الأهلي كبيرة جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لإفشال الآخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الأهلي بس. ده أمر عجيب وأمر مش هيستقيم ومش هيستمر. عشان كده بنقول تاني، النادي الأهلي راقي، النادي الأهلي له من مستوى الرقي والأخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب أنا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس إن إحنا بنفكر في الموضوع ده إزاي. بس أنا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحة اللي إحنا فيها. عشان كده برجع تاني أكلم جمهورنا وأكلم أعضائنا وأكلم لاعبتنا، كل من ينتمي للنادي الأهلي. النادي الأهلي كبير جدا، والنادي الأهلي أكبر من أي حد، النادي الأهلي خيره على أي حد. علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحة بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم. اللي بيحصل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي، وهنقعد معاه هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه إن شاء الله قريب، لازم تفخروا بناديكم. اللي حصل في النادي الأهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا أمر يعني يجب أن احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا أنا أو مجلس الإدارة كله، زمايلي وأنا، مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. احنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وإن شاء الله دايما الأهلي في المقدمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هي مش غضب قوي، لكن هي بالنسبة للخطيب تبقى جابت الخطيب تبقى غضب، اللي مش متعودين منه انه يبقى مشدود. هو قال جملتين ثلاثة لما نتمعن فيهم هتلاقي وراهم، قال لك اشتغل عشان تنجح مش عشان تفشلني. أنا كنت في مكان قريب، مكان ما، هيئة حكومية يعني، مجموعة أهلاوية قاموا وسلموا عليا، ودخل واحد فقالوا لي ده كذا ينتمي إلى النادي المنافس. فضحكت، سيب الباشمهندس ما تقلبش دماغه. قلت لهم لا، الراجل يتكلم وأنا تحت أمره يعني. فقعد يتكلم. قلت له اسمع، أنا مهما اتكلمت أنت ما أنت هتقول لي أوكي ولا أنا يعني هقدر أقنعك. أنا عايز أسألك سؤال، تحب الزمالك يكسب ولا الأهلي يخسر؟ قال لي عايز الأهلي يخسر. عايز الأهلي يخسر؟ طبعا. قال لي لا، أحب الأهلي يخسر. قلت له طيب، هنا مربط الفرس، لو إنك مشغول عشان تنجح هتعديني وهتنجح وهيبقى، لكن أنت مشغول عشان تكعبلني. والله ما كنت سمعت الكابتن الخطيب. هو قالها تقريبا بنفس الكلام. فخلينا ننشغل إحنا. ولذلك أنت كل يوم الأهلي يقدم فيديو من النوع ده، اللي فيه قيمة وفيه إنتاج وفيه إنجاز وفيه حلم بيتحقق وفيه مشهد بيتصدر للعالم كله، صور وإبهار كل شهر تقريبا في حاجة من النوع ده. في مقابل أنك تقدر تعمل كل يوم فيديو تهاجم فيه الناس واللي بتهاجمك وترد عليهم وتشتمهم وبتاع، مش هتشتغل. فأنت تبقى تنشغل بالنجاح وسيب غيرك ينشغل إنه فشلك. اللي عايز يفشلك هو دي مش في ايده، لكن في ايده انه ينجح وانه يفشل هو. بس انا في ايدي انا ان انا انجح. لو سبت حد، ايه المنظر الجميل ده؟ ايوه، لو سبت حد فشلني انت بقى ايه؟ خلاص سيبك من الكلام ده. انا هاخد بقى من اخر جمله عجبتني جدا، ما تسيبوش حد يبوظ فرحتكم. فعشان ما نسيبش حد يبوظ فرحتنا، انا عايز ادي لكل واحد حقه بقى. استاذ ابراهيم على الهواء اتفضل، يعني اسمح لي وانا تفضل. يعني هقول لك سر تفضل. انا بعت للاستاذ محمد كامل النهارده رساله، قلت له رغم ان انا زعلان منك لكن انا بقول لك
اي منصف لازم يشد على ايادك ويهنئك ويقول لك انت اديت المفهوم في الاستثمار الرياضي معناه الحقيقي، انك انت مش مساله الرعايه بتجيب فلوس، ده انت جبت رعايه على حاجات ما حدش كان واخد باله منها. اه انت دخلت تحدي القناه وهو تحدي مرعب بفتحه صدر، ادي احنا شايفين نتيجتها، قناه ولا اروع ببرامج ولا اروع بمعدين ولا اعظم بتنوع من الصبح. انا واحد من الناس النهارده بقعد من الصبح بالليل دلوقتي مع قناه اللي يقول لك ما بغيرش. اذا هذا الكلام انت تستحق عليه التهنئه، وايضا هذا النسب المتكافئ بينك وبين الاهلي وبين وي والشركات الراعيه، نسب حلو قوي النسب المتكافئ، نسب متكافئ هو ده اللي بينجح. انك انت مش مقصودش من ناحيه الفلوس، الكالتشر، الثقافه، الرؤيه، الاحلام المشتركه، واخدين بعض عن قناعه. انت لما تشوف الاستاذ محمد عبد المطلب، احمد او محمد، المسؤول عن الناحيه التجاريه في البرنامج مع كابتن هاني رمزي امبارح، شركه وي، المصريه للاتصالات، المصريه للاتصالات، وهيتحدث على ان اللي شفتوه ده لسه للي جاي، ده في حاجات كتير جدا ورؤيه واستراتيجيات، وان اذا كناش نسبق دايما بخطوه بعد كل حلم نحققه وننقل على حلم جديد، هو ده النادي الاهلي اللي هو ايه؟ اللي هو مصر. حط بقى طريقه التفكير دي صحيح بتاعت وي وبتاعت السادات وبتاعت النادي الاهلي والرعاه الذي امنوا بهذا الثلاثي والنادي الاهلي ودخلوا. شوف كلمته سعادته بارتباط بالاهلي وجمهوره. لا وتكتشف ان ده قاعد واحد عنده رؤيه. أيوة. ما بيشتغلش عشوائي صحيح. مش جه يلبس الاهلي فانيلا ويحط اعلان، ده جاي يتصور حلم مشترك. ولذلك بقى والله العظيم انت فكرتني بحاجه مهمه. انا بعد طبعا حاجه واحده, حاجة واحدة. انا بعد ما باركت وببارك وهستمر ابارك، يعني ابارك كل يوم، انا كراجل اهلاوي محب الاهلي، انا فرحان جدا باللي يحصل في النادي، فخور واشكر كل الناس اللي اشكر الرعاه، اشكر الاستاذ محمد كامل والسادات، اشكر شركه وي، اشكر كل من السادات عامله عمل ضخم ضخم يعني الحقيقه، المسؤولين عن القناه اشكرهم جميعا. لكن عايز انا اقول ايه بقى، هو الشكر مش بالبوق يا جماعه. لازم تعرفوا هو الاهلي الاغنى ليه، عشان صاحب القاعده الاعرض بيرهد التسويق بكم متابع معاك وكم واحد بيحبك وكم واحد متعلق بيك. هو ده. إذن علينا أن ننمي عدد المتعلقين بالنادي الأهلي من خلال تقديم الأجود، الأجود في النتائج، الأجود في الصورة الذهنية عن النادي الأهلي، الأجود في كل حاجة بنعملها. ولكن عشان نقدم الأجود بقى، يا تلتين شعب مصر، يا تلتين شعب مصر، دي الإحصاءات الرسمية على فكرة. لما الراعي يجي عشمان فيكو وبوجاهر، ودي صعبة جدا في دنيا الإعلام والرعاية، إنك تقول معوي أنا هنا، أنا مع الأهلي، الأهلي معوي مع بعض، معاك يا أهلي، أي راعي يجي يضع كل هذا العشب ويدي كل هذه الثقة لهذه العلاقة لازم يلاقي مردودها أكتر مما توقع في تجاوب جمهور الأهلي معاه، في تجاوب جمهور الأهلي في إنه هو الراعي عايز إيه؟ عايز إنه يتشاف والمنتج بتاعه يتسوق. يبقى انا كجمهور الاهلي لازم اوري له ان انت اخترت صح. لا ده انت ده انا هدي لك اكتر، ده انت كنت متصور حاجه هدي لك ضعفها. من النهارده كلنا وي لازم، هي الكلمه اذا كانت وي قالت معاك يا اهلي، جمهور الاهلي ومعاك يا وي. بس انا عايز جمهور الاهلي بقى يكون عملي. انت عايز تدفع فلوس للنادي الاهلي؟ لا مش عايزين منك اموال، عايزين منك تدعم الرعاه اللي هيدونا الاموال. ايوه ادعم الرعاه، الراعي اللي يجي لك ويثق فيك اقبل على منتجاته، اقف في ظهره عشان يديني اكتر ويقدم اكتر ويعلي سعره يعلي اكتر. ونبتدي نرى اليوم ان الراعي يساهم معايا في صفقات تقيله زي بره بالظبط. عايزين اليوم ده عشان يحصل، مش عايز منك فلوس، انا ما تديش الاهلي حاجه، لكن روح لكل راعي بيثق في النادي الاهلي اقف في ظهره عشان يقف في ظهر الاهلي. وكان شيء رائع جدا انه كل ده حصل في وجود السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، واللي قال في كلمته انه سعيد جدا بهذه النقله الكبيره في الاستثمار الرياضي وفي الشراكه الرياضيه المتحضره
بفكر استثماري عالي جدا. ده حصل في وجود الوزير اللي أشاد بيه واللي قدره. عشان كده حتى في كلمة الكابتن محمود الخطيب اهتم الكابتن في بداية كلمته أنه يوجه كل التحية والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل هيئات الدولة على كل ما تقدمه في ظل هذه التحديات الصعبة اللي بتمر بها البلاد. هو ده العمل، هو ده النادي الأهلي، هو ده اطلاع مسؤولي النادي الأهلي بأدوارهم، هو ده اهتمام النادي الأهلي أنه يكون مساند وداعم باستمرار بالفكر الحديث لتطوير الدولة المصرية رياضيا. أستاذ إبراهيم، أنا كنت لسه حتى يعني بس الكلام بينقلنا، أنا قلت الأهلي بيشتغل أنه يتحدى المستحيل في وقت ضيق. افتلقت هذه الرغبة مع استادات لايف بيشتغلوا بنفس الأسلوب، وأمنت بيهم شركة وهي العملاقة اللي هو بقى إيه، وراحت لنادي الإنتاج. يا أستاذ إبراهيم، دي كلها دي مؤسسات، دلالات، مؤسسات تابعة للدولة وطنية. انت استادات القبضة، شركة استادات القبضة الشركة الوطنية، حتى لايف، شركة لايف اللي مقدمة لكم أحلى شاشة بتفخروا بيها شركة وطنية. فانت بتتكلم على استثمارات رياضية مصرية بأموال مصرية وأفكار مصرية وجهود مصرية. مسؤول الانتاج دول مش من الذكاء انهم كسبوا منشأة مفيش زيها طبعا الا استاد القاهره طبعا او الاستاد صحيح. انما هم حتى الاحدث هتجد الارض، ارض الملعب امبارح اتلعب عليها بلياردو مش صحيح هو. صحيح، انا ما شفتش المنظر ده. صحيح، هو ده النادي الاهلي وهي دي افكار النادي الاهلي وهم دول مسؤولي النادي الاهلي وهو ده رئيس النادي الاهلي. رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اللي الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار اختصوا بمقاله او سطور مهمه جدا الحياه في عموده بوكس في الاخبار، قال على مدار سنوات فاتت وأخرى ستأتي سيظل الكابتن الخطيب رمزا للاحترام والنجاح، ولأن السيرة أطول من العمر سيأتي يوم يحكي فيه الناس لأحفادهم وأحفادنا سيرة الخطيب على دقات السيمفونية الخامسة لبيتهوفن ومع أصوات إنيو موركينيو في موسيقى فيلم الطيب والشرس والقبيح. ده بيستحضر المشهد. آه، هذه الثلاثية المهمة جدا وقسموها براحتكم. لكن على ذكر الكابتن الخطيب وصورته حتى عند رؤساء الأندية الشقيقة المنافسة، المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وهو هنا بالمناسبة البرلماني الكبير له رأي في تجاوبه مع الكابتن محمود الخطيب، جات مناسبة الكلام فيه. رأي حضرتك في الإساءات اللي بتتعرض ليها الكابتن محمود الخطيب في الفترة الأخيرة؟ والله الكابتن محمود الخطيب صديقي وشخصية محترمة جدا وأنا بحبه وبحترمه، وهو قيمة وقامة ورمز كبير قوي وراجل ناجح جدا ومحترم، وأنا لا أقبل الإساءة لأي مواطن مصري، فما بالك بمحمود الخطيب. بس كلنا مواطنين مصريين، كلنا متساويين في الحقوق والواجبات، أنا لا أقبل أي إهانة لأي إنسان مصري، فما بالك بمحمود الخطيب. راجل بيشتغل بمنتهى الأمانة ومنتهى الهدوء والرقي وشخصية محترمة جدا جدا. هو محمود الخطيب أنا أعرفه من أكتر من 40 سنة، يعني عاصرته زمن طويل جدا، من أجمل وأشيك الشخصيات، وراجل مهذب بشكل كبير قوي قوي قوي، مهذب جدا، ماضي وحاضره طول عمره راجل مهذب وراجل مؤدب وصادق ومجتهد وبيحب شغله وبيحب بلده وبيحب الأهلي وربنا يوفقه. فلا أقبل أبدا أي إهانة لا له ولا لغيره. الحقيقة هو وصف الكابتن الخطيب بكلمة بتلاقي راجل شيك ومؤدب. أنا في حياتي ما سمعت الكابتن الخطيب في لحظة صفاء هزار غضب بيشتم. في حياتي ما سمعته بيغتاب. فالشخصيه اللي زي كده ما بتبقى بيبقى عندها يعني فطره سليمه، ولازم ندي الناس حقها. يا اخوانا لازم ندي الناس حقها، لا يستحق. هو بيضغط عليه ليه؟ هو بيتهاجم ليه؟ هو بيقتحم بيته ليه؟ هو بيتسجل لتليفوناته ليه؟ هو وغيره ليه؟ ايه الجدوى من وراء هذا الامر؟ الحقيقه يعني الكلام بتسمعه من المهندس فرج عامر يعني اصاب في كل كلمه قالها.
كنت عرضت لكم لما عرضنا في البدايه كلمه الكابتن الخطيب، وقلت لكم نبره صوت الكابتن الخطيب فيها مسحه غضب واضحه، بس هو في كل ما تعرض ليه الكابتن الخطيب من اساءات وتجاوزات حتى المهندس فرج عامر امتعض ليها جدا، وكل الناس اكيد متابعاها وشافتها. الكابتن الخطيب عمل ايه؟ او النادي الاهلي عمل ايه؟ سلك كل الطرق المشروعه والقانونيه والصحيحه والسليمه بمنتهى الانضباط ومنتهى ضبط النفس، يمكن بجرعات زايده جدا من ضبط الاعصاب وضبط النفس، حرصا على السير في الاطر الطبيعيه والمنطقيه والقانونيه اللي قال عليها الكابتن محمود الخطيب الاهلي قيمه، وقيمته انه ما ينزلش، قيمته انه يتصرف وفقا لثوابته وقيمته وتقاليده. كانت اخر حاجه انه بعد تقديم كل هذه البلاغات لمعالي النائب العام، طلب معالي النائب العام من مجلس النواب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك المبلغ ضده في شكاوي أو في بلاغات النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، وكان قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برفض رفع الحصانة، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة. أنا كمبلغ، أنا كشاكي، أنا كواحد وقع علي هذا القدر العالي جدا من الإساءة والتجاوز، أعمل إيه؟ أعمل إيه غير إن أنا أغضب؟ أعمل إيه غير إن أنا فعلا لا أملك من أمري شيء؟ لكن ده كمان يخلي فكرة الحصانة اللي الناس اتكلمت فيها كتير جدا، يخلينا حتى نستعيد رؤية كتير من فقهاء القانون والدستور. الدكتور فتحي سرور علامة قانوني كبير جدا، وهو يجلس على منصة رئيس مجلس الشعب لسنوات طوال، كان اهتم أكتر من مرة يقول للسادة النواب الحصانة لمين؟ نفكر بيها. طيب هنا بقى أحب أقول برضو وأنت رجل قانون أن عضو مجلس الشعب يتمتع بالحصانة الموضوعية عن كل قول يبديه داخل المجلس ولجانه، ولكن كل قول خارج المجلس ولجانه هو لا يتمتع فيه بأية حصانة موضوعية. ده للتنبيه والإحاطة. يعني كلام واضح ومحدد وبرلماني مخضرم، وانت في اي ظروف عاديه هتجد المعنى ده عند ناس. اصل هو انت الناس بتنتخبك عشان تقعد مجلس الشعب تمثل الناس، مش ممكن حي الناس هتنتخب واحد عشان يستخدم الصلاحيات ضدهم، وخصوصا ان انا يعني هي المعركه كده مش متكافئه، انت تقدر تشتمني انا ما اقدرش حتى اشتكيك مش اشتمك. يعني مساله محتاجة من زملائنا وممثلي الشعب انهم يعيدوا النظر فيها هم قبل اي حد تاني الفترة الجاية دي، ويطمنوا الناس احنا مش بنتعالى عليكم ولا حاجة، لا ده احنا عايزين الحصانة عشان ندافع عن حقوقكم مش عشان نستخدمها ضدكم. ده كلام الدكتور فتحي سرور وكلام كل فقهاء القانون، وما اعتقدش ان احنا محتاجين نذكر بموقف رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، لما نزل من على المنصة وطلب من السادة أعضاء مجلس الأمة وقتها أرجوكوا صوتوا لصالح رفع الحصانة عني، في عضوة في المجلس مقدمة شكوى ضدي تعتقد أن لها حقا عندي وأنا شايف أن أنا صاحب حق، فادوني فرصة أروح قدام جهات التحقيق القانونية أدافع عن حقي وأدافع عن صورتي وهي تدافع وتطالب بحقها. ده رئيس مجلس الأمة الكويتي. بالمناسبة مصر عرفت الحياة النيابية لأول مرة، عارفين سنة كام؟ 1866. 1866 ظهر في مصر أول مجلس شورى النواب في مصر. هي دي مصر وهي دي عراقتها وهي دي قيمتها، وهو ده الإرث القانوني الحضاري الدستوري الكبير اللي كل دول المنطقة استفادت منه واهتدت بيه. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بعظمة لسانه كمان متواطئ وساكتين عليه بعد الفاصل.